أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعات للرأي على عينة من المواطنين في 33 دولة حول العالم للتعرف على رؤية مواطني هذه الدول للأوضاع الاقتصادية في بلادهم. وأكدت التقارير أن 46% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع تعاني من الأوضاع الاقتصادية في بلادهم من حالة ركود، فيما توقع 42% من المواطنين بالعينة ارتفاع تكلفة السلع والخدمات خلال عام 2024. بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية إبراهيم بوركاي خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر. وقال وزير التجارة والصناعة إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصة والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتا إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطيل الإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتبلغ 82 دولارا و11 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.26% لتسجل 77 دولارا و18 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.9% لتصل إلى $2.09 للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.24% لتسجل $1.69 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيث إن سوق النفط في حالة جيدة ومستقرة إلى حد ما. وأضاف الغيث أنه يرى اقتصادا عالميا قويا هذا العام ستكون له انعكاسات إيجابية على الطلب. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع مع اتجاه الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي الذي كانت تترقبه الأسواق، ذلك للحصول على مؤشرات بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام. وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.9% بدعم صعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، كما أغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.5%. وفي أبوظبي ارتفع كذلك المؤشر 0.3% منهيا سلسلة خسائر لجلستين. أطلقت الشرطة الهندية خراطيم المياه على المزارعين وأنصارهم إثر احتجاجات للضغط على الحكومة، ذلك للوفاء بوعدهم لعام 2021 بدفع المزيد لهم مقابل المحاصيل. وتم تجديد الإجراءات الأمنية في العاصمة نيودلهي بعد أن دعت نقابات المزارعين في الولايات الشمالية التي تعتبر سلة الغذاء إلى احتجاجات بعد يوم من فشل محادثات مع الوزراء تهدف إلى تأمين الحد الأدنى لأسعار مجموعة من المحاصيل.